اهلا عم امين. ازيك عم هامش؟ ازيك عم امين؟ انت غفغف. ايه غفغف دي؟ غفير. يا سلام، ومبسوط قوي ومشمت قوي تقول غفغف. ايوه يا حبيبي غفير، مكيف قوي شمتان فيا. ما هو كله منك انت، انت السبب. لو ما كنت ظهرت في الصورة كان زماني دلوقتي بقيت مدير قد الدنيا. أب ايه أب دي؟ أبدا ما تقول أبدا على طول وتخلصني. لازم الأول أب وبعدين أبدا. لازم تقسم الكلام، خليك كويس زينا كده. امسك، خد اقف هنا مكاني شوية حبة. رحرح. ايه رحرح دي؟ رايح فين؟ رايح أجيب فطار وجاي. خلي بالك ما تدخلش حد البوابة هنا غير لما تشوف الكارنيه بتاع العضوية المكتبة. اوعى حد يخش، اللي معهوش كارنيه العضوية ما يدخلش. حد ايه حد دي؟ هضربه بالنبود. لا ما تضربش بالنبود غير وقت اللزوم. خلي بالك يا عم امين. عن عن اذنك. من هنا من هنا. صباح الخير يا جدو عبد. صباح النور. ألاقيش مع حضرتك نص مليون جنيه سلف؟ نعم سلف، وهسددهم أوام كل شهر ربع جنيه. جاية تستلفي مني أنا نص مليون جنيه؟ ولي نص جنيه جنيه ربع جنيه؟ يا خسارة، مش هيكفي. انت عايزة فلوس في ايه بس؟ فاهمين؟ أصلاً النهاردة حضرت للأولاد كتاب عن الأرصاد الجوية. موضوع عظيم. وكان نفسي يعني نبني مركز للأرصاد الجوية. تبني مركز للإيه؟ للأرصاد الجوية فوق سطوح المكتبة. ده عمل من اختصاص الدولة مش من اختصاص الأفراد. ما أنا عارفة، بس تصور حضرتك لو بنينا مركز للأرصاد الجوية فوق سطوح المكتبة وسميناه مركز جدو عبده للأرصاد الجوية. قطاع خاص. لا قطاع خاص ولا قطاع عام ولا تستلفي ولا تبني. احنا ناخد الاولاد ونزور مرصد حلوان. ها من هنا. ها من هنا. يا سلام عليك يا عم امين، اللي جاي من بلاد بره لحد هنا عشان تقول لي ها من هنا. ها غفغف. ايه غفغف دي؟ غفير. غفير؟ غفير آلي مش غفير لحم زي غفير عزبة أبو شادوف. برافو عليك يا عم أمين آلي. إيه ده؟ فين الكركر؟ إيه؟ الكركر كرنيهك. كرنيهي؟ كرنيهي أنا عم أمين آلي؟ أنا علي أنا؟ حركة قامت. أنا هامش. أنا غفير البوابة المسؤول. ده أنا قلت لك استنى بدالي شوية كده لما أروح أجيب أكل واجي. أنت نسيت ولا إيه؟ حضحض. ايه حضحض دي؟ مشمش. ايه مشمش دي كمان؟ مش هتدخل. يعني ايه مش هدخل؟ الكركر مش معايا. انت نسيتني؟ انا هامش، انا مسؤول وغفير البوابه. قلت لك استناني شويه، حرام عليك على ايدك. تدخل كركر مش هتدخل حضحض. تدخل كركر يعني ايه؟ بس مش فاهم انا. تدخل كركر مش هتدخل حضحض ازاي يعني؟ يعني ايه يعني؟ أنا بنفذ التعليمات بحذافيرها. بتنفذ التعليمات بحذافيرها حتى علي أنا كمان يا أمين يا آلي. يعني إيه أرصاد جوية؟ أرصاد جوية اللي هي دراسة الأحوال الجوية. والأحوال الجوية دي بقى اللي هي إيه؟ اللي هي سرعة الريح، درجة حرارة الهواء، الرطوبة، المطر وكميته، السحب ونوعها إذا كانت منخفضة إذا كانت مرتفعة. كل العناصر دي مع بعض بنسميها الطقس. الطقس عشان إحنا ساعات بنقول الجو جميل، لكن لو حبينا نتكلم بدقة أكتر نقول إيه يا نبيلة؟ طقس جميل. برافو يا نبيلة. وطبعاً ما ننساش إن حالة الطقس دي بتأثر على حاجات كتير جداً في حركة الحياة. المراكب في البحر وصيد السمك والسفر بالطيارات، ونبقى عاملين حسابنا هنلبس ايه لما نخرج. ما ننساش الهدوم على حبل الغسيل. طا
طب احنا دلوقتي عرفنا ايه هو الطقس، لكن ما قلناش الجو يبقى ايه. الجو هو كل الفضاء المحيط بالارض والهواء والمواد والغازات الموجوده فيه. هو علم الارصاد الجويه كان موجود من زمان ولا جديد؟ فكره ملاحظه الجو موجوده من زمان جدا، من ايام الانسان الاول وبدايه ظهوره في الحياه. هاي هاي فارينا كابورا، جاي 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 جاي، سارينا كبيرة، سارينا كارينا برقوقة رعدودة رعدودة، هاي 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 هاي، سارينا ماسورة ماسورة كارينا، جاي جاي هاي هاي، جاي جاي هاي هاي، برقوقة رعدودة رعدودة برقوقة، هاي هاي جاي جاي. هو بيعمل كده ليه الراجل ده؟ لأنه خايف من البرق ومش عارف حقيقته، فاهم ان البرق ده نار في السماء هتنزل عليه وتحرقه، وان الرعد قوة رهيبة هتنزل من فوق عشان تدمره. الظاهر ان هما ما كانوش يعرفوا حاجة عن حقيقة الظواهر الطبيعية، لكن بمرور الزمن العقل ابتدى يفكر ويربط الحاجات ببعضها. مانا مانا، كانا رجعت ليه؟ مش كنت مسافر؟ أجلت السفر. أجلت السفر؟ ليه أجلت السفر؟ لأن العاصفة هتقوم بعد يومين وخفت تقابلني في الطريق وأنا مسافر. وإيه عرفك إن العاصفة هتقوم بعد يومين؟ سرب الطيور البيضة. ماله سرب الطيور البيضة؟ أنا لاحظت إن الطيور لما بتطير من ناحية الشمس للاتجاه التاني الأمور بتفضل زي ما هي، أما إذا طارت عكس الاتجاه فالعاصفة بتقوم بعد يومين بالتحديد. أنت متأكد من كلامك ده؟ طبعا متأكد، أنا لاحظت الملاحظة دي أكتر من 30 مرة، وفي كل مرة كانت العاصفة بتحصل بعد يومين بالظبط. بالشكل ده كانت بداية نشأة علم الأرصاد الجوية، التأمل والملاحظة وربط الحاجات ببعضها. إنما دلوقتي تعالوا بينا نشوف التنبؤ بالجو بيتم إزاي. تصحى العصافير من نوم، تطلع شمس ويطلع يوم، زي ما يطلع كتكوت من لوحة في ألبوم. في الحفلة الصباحية النسمة توشوش ورد البستان، بتقول له الدنيا عروسة ولابسة الفستان، تتمايل بيه الأغصان تتلوى في خدود الفرحة بريشة أعظم فنان. يا نهار يا صغيرة يا حليوة، تبتسم تصبح غنيوة من غير كلمات صناعية ولا ألحان، بتقول ده لو إن الدنيا عروسة يبقى عرسها الإنسان. يا صباح الخير يا شجر أخضر، لونك بيغيب حبة ويحضر، يا صباح النور يا ورق زاهي والخضرة في ألوانه إلهي، أما أنت عليك حتة منظر خلاني وقفت وبصيت على واحد فايد جنبي، ناديت تسمح يا بي الفصل ده بين فصول يبقى إيه؟